السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أخواتي معايا. المهم اليوم الفيديو اللي غادي نهضر معاه، المهم الموضوع اللي غنهضر معكم فيه اليوم، غنعطيكم واحد الطريقة ديال النيرة. هي هذه، انا كنت عطيتكم ديك النهار واحد الطريقه ديال النيره، ولكن هذه عاوتاني غنعطيها لكم ثاني بطريقه اخرى عاوتاني. المهم كل مره غنعطيكم طريقه ديال النيره، دابا غنعطيكم ثاني طريقه ديال النيره. المهم وديروها ان شاء الله، حتى هي راه ما نقول لكمش راها ما شاء الله. المهم هذه النيره خلاص نتوما عارفينها، كانت واحد السيده كتبات ليا قالت لي راه النيره خيط ماشي صوفا. لا، هذه هي النيره، هذه راه انا قلعتها من المنول. هذه هي النيره، ماشي راه الخيط هو داك اللي كنجوه، هما دوك الخيوط اللي تيكونوا غاطين، هذوك هما اللي كنجوا بهم. اما النيره راه هي هذه، كلشي تيبقى صوفا، كامل كلشي تيبقى صوفا، الا قرزيان وداك سميتو داك الخيط اللي كيكون هكايا ملون باش كيلونوا هذوك اللي كيكونوا الخيط. اما الشيء الاخر كله كيكون صوفا. المهم ماشي مشكل، ما علينا شيء. المهم اخواتي هذه هي النيره. دابا الطريقه اللي غادي ندير، اللي غادي نقول لكم، المهم هذه راه كتصلح لتعطيل الزواج وتعطيل العمل، واللي واقف عليها الحال واللي مسكينه يعني تعطلت في الزواج ديالها وما جابش ليها الله، وتعطيل حتى على بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه عاوتاني للمراه اللي كتكون عاوتاني تعطلت عليها الولاده ما ولدت شيء، المهم هاد هيايا، المهم كتحل كاع المشاكل. هاد النيره راه كتحل كاع المشاكل، المهم الثقاب كله كتعيدو، الثقاب كامل كتعيدو، المشاكل كامله كتعيدها. المهم اخواتي هاد النيره كيفاش غادي ندير ليها؟ هذيك المره عطيتكم واحد الطريقه بشكل، ولكن دابا غادي نعطيكم طريقه بشكل. هاد النيره دابا غادي نشد الراس ديالها، الخيط ديالها، المهم غادي نشد الخيط ديالها كيف ما ديك المره، غادي نعبروا من راسي من هنايا حتى للصبع الكبير ديال رجليه، الصبع الكبير ديال رجليه، بلا ما ندير لا هاك ولا ها، غنبقى نيشان بحال هكايا مستقمه، وغادي يكون معايا شي واحد، المهم شي واحد من العائله اولا شي حاجه غادي يكون معايا اللي غادي يشدو حتى ما غنجبدو ما حتى شي حاجه، غير هكايا وغادي نطلقو حتى كيوصل للرجل للصبع التحتاني. صافي ملي غيوصل للصبع التحتاني غادي نشدو ديك الساعه. صافي ملي غادي نشدو ها غادي نجيب الخيط، هو هذا. صافي انا راني عبرتو من راسي حتى لرجليا، صافي انا راني عبرتو وساليت. اشنو غادي ندير بيديك الساعه؟ صافي مني عبرتو وساليت غادي نجلس وغادي نقسمو على 10 اللي غادي نقسمو. بحال دابا هاد شويه غادي نقطعو ونعاود شويه ثاني نقطعو، المهم غادي نساويهم على 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 حساب 10. المهم بحال دابا مثلا عندي الخيط طويل، غادي المهم غنعبرهم بحال هكايا بحال هكايا حتى يكونوا ليا 10 بحال هكايا، حتى المهم يوفر ليا 10 هكايا، شاط ليا شي حاجه ديال الخيط عاوتاني غنعاود نسرحو عاوتاني ونبقى حتى كنبقى دوك ال 10 ديال الخويطات 10 كاملين 10. صافي وغادي نقطعهم، غادي نقطع 10 ديال الخويطات من هادو. بحال دابا مثلا نقطع الخيط الاول، نقطع الخيط الثاني، نقطع الخيط الثاني الثالث. بحال دابا نشد شي شميعه تكون شاعله اولا شي بريكه بحال صافي غادي ندير لها غير هكايا وتقطع، عاوتاني نزيد عاوتاني غير شويه عاوتاني عاود ندير لها هكايا وتقطع ثاني ونزيد حتى كنكمل 10 10 ديال الخويطات من هذه هيايا. اشنو غادي ندير فاش غادي نشد 10 ديال الخويطات؟ غادي نجيب الفاسوخ الكحل ماشي الابيض، غنجيبو الفاسوخ الكحل. ودابا سمعوني، ما غديريها لا باثنين ولا بثلاث ولا بالاربع ولا بخميس ولا بجمعه، غديريها نهار السبت مع الصباح اللي غادي ديريها. ما قلتلكش الخميس وما قلتلكش الجمعه وما قلتلكش الاثنين، قلتلك انا السبت فين غادي ديريها؟ 10 من هادو، سمعوني انا شنو كنقول لكم، 10 من دابا صافي عبرتي غتقطعي دوك ال 10، راكم عارفين انا كيف ما قلت لكم. صافي ملي غتقطعي دوك ال 10 غتشدي داك الفاسوخ الكحل اللي قلت لكم انا، وغادي تجمعيهم كاملين وغادي تمرمديهم في داك الفاسوخ الكحل كاملين داك الفاسوخ الكحل. المهم داك النهار السبت ماشي شي نهار اخر، انا قلت لكم نهار السبت مع جوي ديك العشرة اولا الحداش، المهم قبل الظهر مع جوي ديك العشرة اولا الحداش. صافي هي هذيك غادي نشدهم كاملين وغادي نديرو بداك الفاسوخ الكحل وغادي نبخر بهم كاملين، غادي نبخر بهم. المهم غادي نديرها بحال هكايا، ولا كان عندي عاوتاني هذا خيط النيره وبغيت نعاودها مره اخرى ثاني نعاودها، ما بغيتش نعاودها صافي هذه راها في الكفايه. صافي وهكايا غادي يكون ان شاء الله الثقاب ديالكم تحل بهذه الطريقه، غادي يكون. المهم انا وريتكم كيفاش ديروا ليها، غادي المهم راكم عارفين غتبعوا تعبوا راسكم تاج لكم وغديروا فيها 10.
صافي وتخلطوها مع هذا وغادي تبخروا بها نهار السبت 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 صافي. هادشي اللي كاين اخواتي. وبالنسبه للبنات شحال وحده كتقول لي راه انا متقبه ولكني ما تحلش ليا الثقاب. هذاك المنول هذاك المنول اللي كتكون كتنجو الساعة اللي تقرج صافي قرجت وهزات القراطه ديالها اولا الزربيه ديالتها غادي تشدي داك المنجج كامل المنجج بالخيوط ديالو بالكريك ديالو بسميتو بالمدره ديالو بالروح ديالو بالقصبه ديالو القصبه اللي كتطلع هكا يا الروح وداكشي بالقصبه ديالو بكل شيء ليه كامل داك 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 المنجج كامل كامل غادي يتجمع كامل ما غتنقص منه حتى شي حاجه. انت غتكوني بعداك على وضوء اول حاجه ملي غتبغي حيت غادي تعومي به غتكوني على وضوء غتكوني على طهاره صافي. منين تجمع داكشي كله غادي تجي انتيا وغادي تجحجحي فوق داك غتسرحي رجلك هكا ورجلك هكا هي فوق داك المنجج وغادي تجي شي وحده وغادي تجيب شويه ديال الماء غير سخون هكا شويه غير هكا شويه وغادي تعومي به كامل صافي غادي تعومي به كامل وداكشي اللي بقى غادي توضي به بحال هكايا توضي بحال هكا بحال اللي كنبغيو نصليو صافي. وديك الساعه اللي عندك شي حاجه راه غادي تحيد الا كنتي بحال هكايا متقفه بهكا بالمنجج اولا بشي حاجه راه غادي تحيد لك ان شاء الله. المهم هذه اخواتي اللي قلت لكم انا هذه راه مجربه يعني راه شحال من وحده كتقف بنتها على بحال هكايا كتقف بنتها على 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 مشكل دابا كيتقفوا بناتهم وتيخرجوا عليهم والله العظيم الا تيخرجوا عليهم كتقول لك انا غادي نثقف بنتي وغادي نخليها حتى النهار اللي تبغي تتزوج وديك الساعه نحلها. واش درتي وراكي عقدتي ليها حياتها ومني ملي كتثقفيها وكتخليها وراه بحال جبتي شي جن وقلتي لي عسس عليها تبقى عسس عليها صافي ما يقيسها حتى شي واحد كتبقى هيايا حيط وولد الناس كيبقى خيط صافي ما غيقرب ليها ما حتى شي حاجه. النهار اللي كتكبر البنت وجيب ليها ربي النصيب ديالها وتبغي تتزوج اشنو كديري كتفوسخيها كتحيدي لها داكشي كله ولكن هذاك الجن اللي فيها راه ما غيحيدش منها راه ماشي سنين ومينين هو عسس عليها وفي الاخر غادي تجي انت غادي تحيدي لك داك الثقاب وغادي تزوجيها لواحد اخر غتروح ماشي ما غتروحش الا انت يعني حليتي كلشي وزوجتيها راه البنت راه ما غتعيش سعيده والله ما غادي تعيش سعيده راه غتبقى مسكينه ديما مهلوكه ديما ضايخه ديما المشاكل ما بينها وبين الراجل راه داك اللي ساكنها راه غيبقى ساكنها ماشي هو حتى والفاتينين ومينين وعاجي انت عاوتاني وتقلعيها لي وتديها لواحد اخر لا راه غادي تبقى على حسابه راه ما غاديش يطلق منها ابدا. راه هنايا فين العيالات كيكونوا غالطين ما كيكونوش عارفين وما كيكونوش فاهمين وصافي وكتبقى ديك البنت هكاياك صافي راه هي تحلت ولكن ما تحلت والو صافي هي تحلت ولكن راه بقى لاصقه هذاك راه ما غيحيدش منها لهاد العام العام الجاي وديما المشاكل هي والراجل ديما واش تولد ولا ما تولد شي واش تعيش فيه مره ما غتعيش فيها. المهم راه تتبقى مسكينه ديما بحال هكايا ديما عايشه في المشاكل على يعني في الحقيقه هادشي ما كانش الموات ما كانوش يديروه بناتهم صافي اللي عندها شي بنت تحضيها هادشي اللي كاين يعني حتى يجيب لها سيدي ربي النصيب ديالها الا تقفتيها راكي خرجتي عليها صافي راكي خرجتي ليها على حياه ديالها. المهم اخواتي هالطريقه اللي قلت لكم انا ملي تكون بحال هكايا يعني تكون هكا متقفه صافي غادي دير على داك هذا المنول. وحاجه اخرى عاوتاني كاين داك الفاس ديال الوراثه الفاس ديال الوراثه يعني الا خرجتي للعروبيه راه كتلقاي كل دار عندها الفاس يعني داك الفاس كله ديال الوراثه داك الفاس كيكون ديال البو ملي كيموت البو كيبقى للدراري تيقولوا الفاس ديال الوراثه يعني داك الفاس راه كيبقى قديم يعني هكا الا مشيتي غير للسوق ولقيتي فاس قديم غير خوضيه هذاك راه ديال الوراثه راه اصلا راه قديم هذاك راه غادي يكون داز على العائله كامله عاد جابوه يتباعوا ولا شي حاجه وحتى الا ما لقيتوش غتمشيو عند الحداده اللي تيكونوا في السوق راه تيكون عندهم الفاس ديال الوراثه الحداده راه تيكون عندهم الفاس ديال الوراثه صافي غادي تجيبوا هذاك تجيبوا داك الفاس اللي عندكم للدار غادي تشعلي المجمر حتى تشعلي المجمر هذا باش غادي تفسخي به غتشعلي المجمر حتى تشعلي المجمر صافي وغادي تشدي شي بانيو وغادي ديري فيه الماء وغادي تحطي داك الفاس غادي تحطيه في داك الجمر وتخليه حتى كيولي حمر صافي وغتلبسي شي قشابه هكايا يا اما ديالتك يا اما ديال تمك غتلبسي ديك القشابه حتى كيولي حمر صافي وغادي تهزيه وغادي تطفيه تحت منك
صافي غادي تطفي تحت منك المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه صافي الا كاين شي حاجه راه مشات راه الفاس ديال الورثه غادي تلقاوه غير في السوق عند سميتو عند الحداده يعني بلا ما تبقاو تقلبوا لها هكايا ولا هكايا نمشي للسوق راه غادي تلقاهم دوك السوق الكبار راه تيكون فيهم لا اسواق الاسبوعيين راه تيكون فيهم تما كاينه فين غادي تلق يعني فين غادي تلقاو هذا الفاس ديال الورثه حتى هو عاوتاني راه تيحل هذاك الفاس ديال الورثه صافي وغادي تحلي ديك الساعه هذاك الماء اللي كيشيط لك هذاك راه صافي راه فيه الطاقه السلبيه وهي كتهزي وتعاودي تعومي به لا صافي صافي راكي حيتي كلشي اللي فيه راكي اللي فيه كله راه حيتي اتهزي وتعومي به ما تعومي به ما تجي حاجه صافي هزي وديه لشي قنيه مقر وخوي داك الماء اللي في اللي يعني اللي طفيتي فيه داك الفاس ثلاثه ديال المرات صافي ثلاثه ديال المرات واللي بغا تزيد حتى سبعه ماشي مشكل صافي وكتكون ديك الساعه صافي ما بقى عندك لا تقف ولا 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 عكوسات ولا حتى شي حاجه يعني بالفاس ديال الورثه وحتى بهاد النيره راه حتى هي مزيانه نمشي عند العطار عاوتاني راه تتكون عنده النيره نقلدو نقول لي عافاك عطيني النيره اللي تكون يعني النيره اللي تكون حقيقيه ماشي يعطيك غير خيط ديال الصوفه ويقول لك هذه راه هي النيره يعني باش تعرفي راسك بانك راه عندك راه هذيك هي النيره الحقيقيه اللي راه يعني راه تخدمت وديك الساعه انت غادي تحلي بها ان شاء الله حباتي ديالي المهم هذا هو الموضوع اللي غنهضر معكم اليوم فيه هو هذا ديال هذا النيره انا وريتكم الطريقه كيفاش ديروا ليها بنهار السبت ان شاء الله ديروها ان شاء الله وراه ما غادي يكون غير خير ان شاء الله المهم غير تكون النيره مزيانه راه ما يكون غير خير ان شاء الله الرحمن الرحيم هي هذه كان قلت لكم نهار السبت قبل ما يودن الظهر غادي ديروها بنهار السبت غادي ديروها ان شاء الله الرحمن الرحيم صافي انا وريتكم الطريقه وكيفاش ديروا ليها المهم ديروا هذه عاوتاني ان شاء الله ومازال عاوتاني مره اخرى عاوتاني نقدر نعطيكم ثاني عاوتاني النيره عاوتاني في شكل اخر ان شاء الله المهم ديروا حتى هذه النيره ديك المره عطيتكم انا واحد الطريقه بشكل ودابا عاوتاني انا عطيتكم طريقه بشكل المهم ديروها واللي هي معك يعني اللي مسكينه متقباها امها اولا شي حاجه وبقى داك التقاد ديك النهار عيطت ديك النهار هضرت معايا وحده راه باقا نيت عندي في الكومونتير هضرت معايا وحده قالت لي انا تقفت راسي على الجواج واش داكشي يعني غادي نكون تقفت راسي ايه راه الا تقفتي راسك راه بصح راه داكشي بصح الا كنتي عارفه تقف وتقفتي راسك هاكي قالت لي انا تقفت راسي على الجواج ما يعني ما لاقش ليا كيفاش غادي ندير نسولها قالت لي عافاك واش داكشي بصح يعني انني تقفت راسي واش داك التقاف غادي يكون صحيح من طبيعه الحال غادي يكون صحيح الا انت درتي ديك الشروط ديالو كامله ودرتيه الا كنتي يعني عارفه كيفاش كيدار التقاف وتقفتيه بديك الشروط ديالو كامله من طبيعه الحال راكي تقفتي راسك الا كنتي جامعه داكشي وبغيتي تعاودي تحلي راسك غادي تحليه الا كنتي جامعه داكشي كله وبغيتي تحلي راسك راكي غادي تحليه ما بغيتيش تحلي راسك راكي غتخليها هكاياك ولكني راه غادي يرجع لك غير العكس بنتي غادي يرجع لك غير العكس علاش قفتي راسك اذا نجتي واحد باش يبقى حاضيك راه ماشي هذا هو يا الحل شتي واحد يبقى حاضيك راه غيبقى ديما حاضيك هذا هو المشكل ما نتقفش راسي ابدا ما نتقفوش شي صافي نخليها هكا ما صافي ما بغيتش نتزوج شي وما ندير حتى شي حاجه ولكني ما نتقفش راسي راه تقفت راسي راكي بحال هديتي راسك لشي جن ويعني في الحقيقه انا ما يعني ما متفقاش معاك في هذا الراي ولكن تي جامعه داكشي باش تقفتي راسك وحلي راسك ما تخليش راسك هكا هيك متقبه راه داكشي صعيب عليك ابنتي والله العظيم الا صعيب عليك داكشي صافي ما انت دا واش درتيها في ساعه غضب اولا شي حاجه انا ما فهمتش شي ولكن الا كنتي جامعه كلشي حلي راسك راه من طبيعه الحال راكي ملي غادي تشوفي القضيه تعكسات لك راه اللي متقب راه كلشي كيتعكس ليه راه كلشي كيتعكس ليه راه حتى حاجه ما كتبقى عنده هي هذيك الا حسيتي براسك راكي كلشي معكس ليك ويعني الامور ديالك معكسه وما صايباش الراحه ديالك والمهم كلشي عندك ماشي هو هذاك وما كيجيوك لا خطاب ما كيهضر حتى شي واحد عارفه راسك داكشي راه شاد يعني راه داكشي راه شاد عندك كنتمنى ان شاء الله بنتي باش تكوني جامعه داكشي وتولي تحلي راسك وصافي وبخري من بعد هكايا وصافي بحال ما كاينه حتى شي حاجه المهم كنتمنى اخواتي يعني نكون فدتكم بهذا الموضوع وشكرا والى الملتقى ان شاء الله.